جسيد وقفة احتجاجية اعتبارا لمجموعة من التراكمات على مستوى تدبير الشأن الصحي بعملة سلا والتي ترأسها السيد المندوب. للأسف العرض الصحي داخل عملة سلا يتعرض لمجموعة من الضغوطات ومجموعة من الإكراهات وعلى رأسها سوء التدبير. للأسف لأكثر من 3 سنوات حاولنا أن نلفت الانتباه للسيد المندوب والسيد المدير الجوي لمجموعة من الإجراءات التي هي نعتبرها غير عقلانية ولا تستجيب لمتطلبات العرض الصحي داخل عملة سلا، لكن للأسف لم نجد أداة صاغية، بل أن تأكدنا أن العرض الصحي داخل عملة سلا يتعرض لمجموعة من الإكراهات واللي هي الإكراهات للأسف سياسية وجمعوية تحد من فعالية هذا العرض. لحدود اللحظة العرض الصحي داخل سلا لا يستجيب لمتطلبات القانون 34/09 والذي نعتبره الأساس لحدود اللحظة رغم صدور القانون الجديد اللي هو 06/22 والذي لم تتمكن الوزارة لحدود اللحظة من إخراج مراسم تنظيمية له. على هذا الاعتبار العرض الصحي يخضع لهذا القانون منطقيا، لكن على أرض الواقع فهو لا يموت له بصلة، بل القائمين على الشأن الصحي يتعاملون مع العرض الصحي بشكل عشوائي. كاين تفقير المرافق الصحية التابعة للخريطة الصحية من الموارد البشرية، عدم التزام العرض الصحي بالبرامج الوطنية التي رفعتها وزارة الصحة منذ 4 سنوات ولأكثر، ولهذا فإننا نحمل كامل المسؤولية للسيد المدير الجهوي والسيد وزير الصحة بعد مجموعة من التواصلات على المستوى النقابي وعلى مستوى الهيئات التشاورية التي تعمل داخل المركز الاستشفائي الإقليمي، لكن لحدود اللحظة لم نتلقى أي جواب. الاختلالات التي قمنا بالاحتجاج عليها طيلة مدة 3 أشهر من خلال عدة بيانات، من خلال وقفات، من خلال اعتصامات، لا زالت مستمرة، وهو ما يحدو بنا اليوم أننا كنجيو للوقفة 8 من أجل التأكيد على دعوة وزير الصحة للتدخل لحل حالات هذه المشاكل والاختلالات داخل المندوبية ديال وزارة الصحة بسالة، إلى جانب طبيعة الحال فرقاء اجتماعيين آخرين اللي آمنوا بوجود هذه الاختلالات واللي عاشوها معنا طيلة هذه السنوات على مستوى الإقليم. هذه الاختلالات باقتضاب يعني غادي نلخصها في سوء التدبير بصفة عامة، السياسة الارتجالية العشوائية، وكذلك نصف المقاربة التشاركية، وعدم إعطاء قيمة للإضافات النوعية اللي ممكن يعطيوها الفرقاء الاجتماعيين. هذه الاختلالات يعني بشكل واضح تمثلت في سوء تدبير الموارد البشرية، تنقيلات خارج القانون، أعطاب ونقص في المعدات، هذا الشيء كله، وكذلك إغلاق عدة مصالح داخل المستشفى، توقف بعض الخدمات اللي كانت تقدم على مستوى المستشفى واللي ما بقاتش، هذا الشيء كله في نفس الوقت كيضرب يعني المجهودات اللي كيقوموا بها الأطر لأنهم هما اللي في علاقة مباشرة مع المواطن أو مع المريض، وفي نفس الوقت كيدفع المريض في عدة أحيان أنه كيزيد مجهود آخر فوق مرضه باش أنه كيقلب على هذه العلاجات إما في مؤسسات أخرى عمومية أو في أماكن أخرى أو في القطاع الخاص. إحنا جينا اليوم باش نجسدوا واحد الوقفة ضد السيد المندوب لاتخاذ القرارات الانفرادية وتهميش دور النقابات في المقاربة التشاركية اللي كتدعي لها الوزارة. قمنا بتقديم طلبات للقاءات مسبقا ولم يتم الاستدعاء ديالنا لها. اولها هي الوقفه الاولانيه كنا درناها ديال التعارف بالمكتب، لحد الان لم يتم التعارف مع المكتب منذ تاسيسه. تقدمنا له طلب استعجالي، لم يتم استدعاؤنا طلب استعجالي كتابي ولم يتم استدعاؤنا اليه بعده. كانت واحد البرامج الصحيه، التعويض عن البرامج الصحية
تم الإقصاء ديالنا فيها. كان طالب كنا طالبنا في واحد اجتماع رسمي مع كانوا فيه جميع الفرق باقي الفرقاء الاجتماعيين وطالبنا بهذه اللوائح ولم يتم الإفراج عنها إلى يومنا هذا، حيث أن حضرنا في الطلبات ومنين الإفراج عن اللوائح لم يتم إلى يومنا هذا، وهذا الشيء هو اللي جعل واحد الخصاص كبير على مستوى الموارد البشرية بالمستشفى.